فعلا يعني حسب تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الحكومة إن شاء الله ستكون حكومة خدمات، وهي عازمة على ذلك. وما نراه من مشاريع في قلب محافظة بغداد هو دليل على أن هذه الحكومة إن شاء الله ستكون حكومة خدمات. المواضيع السياسية بالنسبة للانتخاب محافظين جدد إن شاء الله، أيضا هناك اتفاقات سياسية على مستوى المراكز، يعني على مستوى المحافظات وبين المركز إن شاء الله، وسيصار إلى انتخاب محافظين أكفاء هدفهم وهمهم يعني بناء محافظاتهم وعلاقتهم بالحكومة المركزية إن شاء الله وترسيخ النظام الديمقراطي. يعني هذا شيء راجع للحكومات المحلية، لأعضاء مجالس المحافظات أيضا بالتعاون مع الحكومات المركزية. من قدم ويشكر على ما قدمه، ومن لم يقدم هو أساسا يعني يجب أن يغير. يعني هناك اتفاق بين الحكومات المحلية وبين المركز من أجل أن تكون هذه الحكومات حكومات خدمات. يعني أخذوا الأخوة أعضاء مجالس المحافظات على عاتقهم أن يكونوا يعني أبناء بارين لهذه المحافظات، لأن المحافظات تعاني من قلة الخدمات والحرمان ويعني قلة فرص العيش الكريم، وهذا إن شاء الله سيكون على أيدي هؤلاء إن شاء الله، وسينتخبون محافظين وكوادر إدارية جديدة كفوءة إن شاء الله قادرة على أن تمضي.